الجزئيه الثانيه منتظرين خلال الفتره اللي جايه لما يتم اعلان جدول مباريات كاس العالم الأندية بعد 1 فبراير خلاص الاهلي واوكلاند سيتي 1 فبراير اكيد ان شاء الله لما الاهلي يكسب هيبقى عنده مباراه ثانيه في حدود يوم 4 او 5 وهتتحدد بناء على القرعه اللي هتتم الفتره الجايه عايز اكد لكم الموضوع الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا في اجتماعات تمت خلال ال 48 ساعه اللي فاتت في المغرب مدير المسابقات في الفيفا حاليا موجود في المغرب بيتم الاختيار ما بين المدن مراكش اغادير كازابلانكا في كلام ممكن تتلعب مباراه في طنجه دي على الحدود مع اسبانيا فالامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا وفي كلام على سفر الاهلي ممكن قبل البطوله بخمس ايام طبقا للوائح اللي الفيفا هيعتمدها خلال الساعات اللي جايه بالاضافه لده كمان فكره بقى الاقامه بتاعتك ممكن تبقى في كازا ممكن تبقى في مراكش اول مباراه مع اوكلاند سيتي هتبقى فين كل الامور دي جاري الاتفاق عليها خلال الساعات الجايه الاهلي تلقى خطاب رسمي كلكم شفتوه يوم الجمعه اللي فاتت فكل الامور خلاص يعني ايه بنسبه مليون في الميه الاهلي ان شاء الله موجود في كاس العالم للانديه واي حد بقى بيفكر في اي تفاصيل تانية يعني اشوف له ايه شوف لك قضيه تانية شوف لك موضوع تاني لان الموضوع ده مقفول اساسا وخلاص ان شاء الله البطوله على وشك البدء في اول فبراير وفي اجتماعات خلال الفتره الجايه لتحديد اللائحه ارسال لوائح التسويق للانديه المشاركه تحديد الملاعب تحديد الموديل اللي هتستضيف المباريات بالإضافة لده موعد إجراء القرعة اللي هتكون أونلاين خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله تكون مشاركة جيدة للآلي ونتمنى من إدارة الاتحاد أو لجنة المسابقات تعمل جدول مناسب عشان ما يحصلش نفس الخطأ اللي حصل قبل كده ومش مقبول أساسا يطلع حد يقولك مشاركة الأهلي في كاس العالم أضرت الدوري وعملت مشكلة في الدوري لا سمعت التصريح ده في أسبانيا ولا سمعت التصريح ده في المغرب ولا سمعت التصريح ده في نيوزيلندا ولا في اي حته كاس عالم انديه مسابقه كبيره تشرف الاتحاد المصري قبل اي نادي بيشارك فيها